أولى تغييرات متصل الكلمة مباشرة إلى مراد بوقرة ونزيه الكرشاوي. تفضل. نعم، مع تجديد التحية لكل مستمعي ومشاهدي الوطنية الأولى في كل مكان، عودة إلى الملعب الأولمبي بجيبس لمتابعة أطوار الشوط الثاني، مباراة فريق مستقبل جيبس والشبيبة القيروانية. الشوط الثاني ينطلق في هذه اللحظة. مباراة شوطها الأول كان انتهى بتقدم فريق مستقبل جيبس أمام الشبيبة هدف مقابل صفر. الهدف كان بإمضاء أشرف الزويغي في الدقيقة 19 من الشوط الأول من كرة ثابتة أسكنها الزاوية 90 للحارس علي القلعي حارس الشبيبة القيروانية، مع تذكير بتشكيلة الفريقين مع انطلاقة هذا الشوط الثاني. بالنسبة لفريق الشبيبة اليوم يمثلوه في حراسة المرمى علي القلعي قائد فريق، في خط الدفاع رامي بوشنيبة على بن دحنوس أمين عباس وحسام بنينة، في خط الوسط صبري العماري بوبكر سلا شمس الدين الصامتي ومصعب ساسي، وفي خط الهجوم كل من كريستوفر ماندوغا وياسين الصالحي. في بنك البدلاء بالنسبة للشبيبة علي الفريوي حارس مرمى ثاني، رياض الفريوي وائل المثناني رفيق الكاميرجي يوسف الخميري خليل تراوري وصبر الزايدي، والمدرب هو جلال القادري. بالنسبة لفريق مستقبل جيبس نزل المباراة بالتشكيلة التالية: علي العياري في حارس المرمى قائد فريق، صدام بن عزيزة عبد العزيز القشي محمد مروان السعيدي وأشرف الزواغي، في خط الدفاع مراد الهذلي فهمي قاسم خرج وخذ مكانه اسكندر العقربي عبد الحليم الدراجي سيف الدين الجربي نضال سعيد وسليم المزليني. في بنك البدلاء بالنسبة لفريق مستقبل جيبس اليوم البشير بن سعيد حارس مرمى ثاني، في راس القادري زهير عطية لمجد عامر محمد الشيباني مهدي سعادة واسكندر العقربي، والمدرب هو منتصر الوحيشي. بالنسبة لطاقم تحكيم هذه المباراة يقودها كحكم ساحة نعيم حسني، المساعد الأول هو محسن بن سالم والمساعد الثاني أيمن إسماعيل، حكم رابع مراد الجربي، ويراقب المباراة كل من محمد صالح بن ميلاد وياسين حروش والمنسق العام محمد العلوي. نلعب تقريبا دقيقتين في الشوط الثاني من مباراة فريق مستقبل جابس والشبيبة القيروانية. دائما تقدم فريق مستقبل جابس هدف مقابل صفر، انتبع هجوم لفريق مستقبل جابس، تمشي الكرة عن طريق أشرف الزواغي يوزع كرة على مستوى القائم الثاني، يسدد سيف الدين الجربي ولكن تسديدته تمشي خفيفه في يد الحارس علي القلعي حارس مرمى الشبيبه القيروانيه، يعطي كوره الى امين عباس، امين عباس ياخذ كوره الى رامي بوشنيبه الظهير الايمن، رامي بوشنيبه يعطي كوره صبري العميري في وسط الميدان يحاول يخرج متفطن اشرف الزواغي مره اولى والمره الثانيه، ولكن تبقى الكوره عند فريق الشبيبه عن طريق بوبكر سلا. بوبكر سلا تمشي هجوم لفريق الشبيبه القيروانيه وال لكن تقطع الكرة من فريق مستقبل جيبس، يتعكس الهجوم عن طريق مراد الهذلي لكن متفطن حسام بنينة في محور دفاع فريق الشبيبة، يرجع الكرة إلى حارس مرمى علي القلعي، يرجع الكرة بالساق بالطبيعة لكن أشرف الزواغي موجود في التغطية وقطع الكرة بالرأس، تمشي في اتجاه اللاعب مراد الهذلي في وسط الميدان في هجوم لصالح مستقبل جيبس، يحاول يخرج اللاعب سيف الدين الجربي لكن متفطن على الدين بن دحنو يقطع الكرة، تمشي بوبكر سلا في وسط الميدان يعطي كرة إلى اللاعب مصعب ساسي، تبقى الكرة عند فريق الشبيبة عن طريق اللاعب ياسين الصالحي، ياسين الصالحي توصل الكرة هجوم لفريق الشبيبة، المراوغة خطيرة ولكن تدخل الدفاع آخر لحظة، يقطع الكرة تمشي عبد الحليم الدراجي يبعد الخطر لكن حسام بنينة، مقطم من حسام بنينة خطيرة لفريق مستقبل جابس، تمشي والتسديد والثاني لفريق مستقبل جابس، الثاني لفريق مستقبل جابس في توقيت تقريبا 4 دقائق لعب في الشوط الثاني، فريق مستقبل جابس يحقق الثاني واثنين مقابل صفر في توقيت تقريبا 4 دقائق لعب في الشوط الثاني. 4 دقائق لعب في الشوط الثاني وهدف ثاني زاد لسليم المزليني. دونك الحقيقه فما خطا واضح، فما خطا على مستوى التمركز، شوف حسام بنينة، حسام بنينة خاصه المدافع على المحور.
المحوري اللي كلف فريقه الهدف الثاني. وكنا نحكيه طبعا ما بين الشوطين مع مجد عمري، قال انه النيه واضحه وباش يكون تركيز واضح زاده على محاوله تسجيل الهدف الثاني. وهو الهدف الثاني جاء في الانتام، يعني ما استناش برشا جليزه باش ماركيت الهدف الثاني في هذه المباراه. الحارس علي القلعه ما يتحمل حتى مسؤوليه في الهدف هذايا، حتى في الزاويه البعيده المهاجم سليم المزليني باش ياكد انتصار فريقه الاني والحالي في انتظار ربما رده فعل تاتي وقد لا تاتي من الشبيبه القيروانيه. الى حد الان زاد الحلول على مستوى بنك البدلاء في الشبيبه موجوده، كي نشوفوا مثلا رفيق الكاميرجي نفس الشيء زاد الحقيقه انا رفيق الكاميرجي يوسف الخميري، هذوما اسماء زادت نجم تفيد في الشوط الثاني تشكيله جلال القادري. هذه محاوله زاده هجوميه لكن كالعاده التصدي موجود في كل مكان وزمان. الحارس علي العياري هذا فيما يخص الحارس علي العياري، نعرفوا انه الحارس هذا يمثل نقطه قوه كبيره في الفريق المستقبل هذه بيجيبس. هذه محاوله ومحاولات عديده اثمرت هدف ثاني، نعرفوا انه الحقيقه منذ الشوط الاول هي كان مستقبل جيبس يحاول اكثر من الشبيبه القيروانيه. نشوفوا العمليه الاخيره رامي بوشنيبه والخطا كالعاده في التغطيه الدفاعيه، الاخطاء الدفاعيه قد تكلف غاليا الشبيبه القيروانيه. هذا مراد الهذلي بعد ما كانت الكره عند سليم المزليني، مراد الهذلي حقيقه محرار وسط الميدان بالنسبه لمراد الهذلي لاعب سابق للافريقي. توزيع عبد الحليم الدراجي يوزع وكالعاده موجود المره هذه الحارس علي القلعه. هجمات كلها للمستقبل هذه بيجيبس، المحاولات تتعدد في اكثر من مره، المحاولات تتعدد في اكثر من مره. وهو لاحظوا طبعا اسكندر العقربي اللي كان اخذ مكان اللاعب فهمي قاسم يحاول في العمليه الاخرى. مميز جدا، شوفوا الاعاده، شوفوا الاعاده وشوفوا الخطا المرتكب من حسين بنينه مره اخرى. حسين بنينه وكانه اليوم مش في نهاره بالنسبة للمدافع المحوري حسام بنينة، نعرفوا أنه يغيب اليوم لاعب قيمة ثابتة في تشكيلة الخط الخلفي لجلال القادري اللي هو المدافع سليم باشا. هذه ضربة مخالفة وراء الكرة عبد الحليم الدراجي وكذلك مراد الهذلي. ملاعبية شوتها مليح التوزيع أو الممتازة جدا، تسديدة تسديدة كانت في قلب المرمى مباشرة من لاعب عبد الحليم الدراجي. عبد الحليم الدراجي شوفوا الاعاده كانت تمثل بعض الخطوره ولكن الحارس متمركز بالشكل المطلوب المره هذه. علي القلعي اللي تلقت شباكه هدفين الى حد اللحظه، اسبقيه النجم نقولوا مريحه بعض الشيء في بدايه الشوط الثاني بالنسبه لمستقبل جيبس. هذا سيف الدين الجربي، الجربي كان في المحاوله الاخيره ويربح تمس بسرعة تنفيذ مع اسكندر عقربي، واحد من الحلول الإضافية في تشكيلة لحيشي. بن دحنوس لعب الكرة حقيقة، بن دحنوس وصبري العميري اللي هما الملاعبية اللي مثلوا القوة على مستوى البناء الهجمات على الجهة اليسار، بينما على الجهة اليمنى الجهة متاع رامي بوشنيبة لم تتحرك بالشكل المطلوب خاصة هجوميا. هذه كرة كالعادة المستقبل جيبس، السيطرة الميدانية واضحة. هذه صبري العميري في قطع الكرة ويربح تمس بالفعل صبري العميري. صبري العميري كما قلنا واحد من كوادر الفريق إن صحت العبارة، معاه ملاعبية أخرين كما بوكر سيلا، نفس الشيء بالنسبة لياسين الصالحي وبدرجة أقل المدافعين في المحور خاصة من عبس، دون نسينا الحارس علي القلعي. دائما في توقيت 8 دقائق لعب في الشوط الثاني في مباراة فريق مستقبل جيبس والشبيبة القيروانية، دائما التقدم لفريق الشبيبة لكن أصبح بهدفين مقابل صفر بعد ما تمكن اللاعب سليم المزليني من إضافة الهدف الثاني بالنسبة لفريقه. نتيجة مريحة إلى حد الآن نسبيا بالنسبة لفريق مستقبل جيبس. المدرب جلال القادري مدرب الشبيبة مطالب بإيجاد الحلول بالنسبة لخط هجومه إلى حد الآن تقريبا
تقريبا ما ثماش فرص كبيره بالنسبه لفريق الشبيبه، تقريبا غايب خط هجومه بالنسبه للقاء اليوم. في المقابل ثم نجاعه هجوميه بالنسبه لخط هجوم فريق مستقبل جابس، جسمها المدافع اشرف الزواغي من كره ثابته في الشوط الاول حقق بها الهدف الاول، وسليم المزليني متوسط الهجوم قبل قليل اضاف الهدف الثاني لفريق مستقبل جابس. تبقى الكره عند اللاعب مراد الهذلي في وسط ميدان فريق مستقبل جابس، يعطي كره عبد الحليم الدراجي، هجوم لفريق مستقبل جابس، يلعب الهجوم فريق مستقبل جابس، عمليه 1-2 داخل منطقه الجزاء، توزيع الكره كاد يكون الثالث، كاد يكون الثالث، وضيع الكره على سليم المزليني، ضيع الكره على سليم المزليني، كان في الريسبسيون، كان في الاستقبال، ولكن الكره ما كانتش مؤطره تمشي فوق العارضه، كاد يكون الهدف الثالث لفريق مستقبل جابس، ولكن ضيع الكره ويبقى دائما التقدم لمستقبل جابس 2-0. الثلاثي الخطير في تشكيله هجوم المستقبل هذه بجابس، الحديث هنا خاصه على الثنائيه ما بين مراد الهذلي وكذلك اللاعب طبعا مراد الهذلي وعبد الحليم الدراجي وسليم المزليني. وفي اللحظه هذه فما تغيير، فما تغيير في تشكيله الشبيبه، خروج اللاعب شمس الدين الصامتي ودخول صبري الزيدي، صبري الزيدي الملاعبي هذايا مواليد 1996، صغير شاب اللاعب هذايا ياخذ حظه في الشوط الثاني. طبعا التجارب تتكرر مع جلال قادري، هذايا تدخل من حسام بنين المره هذه، سيف الدين الجربي، الجربي كل ما يلمس الكره كل ما يجي لخطر مع سيف الدين، سيف الدين الجربي، الجربي عنده الكره يحاول يوزع سيف الدين الجربي في القائم الاول، وخروج الحارس، خروج الحارس علي القلعي المره هذه. كريستوفر موندوغا الكاميروني في محاوله خلق الثغره في المحور المتماسك والمتجانس، حكينا على توليفه ناجحه جدا الى ابعد الحدود. هذه التغطيه الدفاعيه من محمد مروان السعيدي في مره اولى وثانيه، تماس لصالح الجاسكا فريق عاصمة الأغالبة القيروان اليوم لم يجد الحلول الهجومية خاصة خلق الثغرة، والمرور ممنوع في كل مرة من ثنائي المحور وقبلهم زاد حتى ثلاثي وسط الميدان. أبو بكر سيلا يرجع مع بن دحنوس، سيلا يبدل على اليمين، أمين عباس، أمين عباس حاول المرور، صبري العميري والمخالفه المرتكبه هنا على اسكندر العقربي تنفذ بسرعه. ابو بكر سيلا، الحكم نعيم حسني يقول تعاد من مكانها الاصلي والطبيعي. فما ربما تغيير ثاني حذر ليه جلال القادري، رياض الفريوي، رياض الفريوي باش ياخذ مكان علاء الدين بن دحنوس. بالنسبه لرياض الفريوي الملاعب هذايا الحقيقه جوكير في تشكيلة الشبيبة على مر المدربين، لعب مثلا شفناه بالنسبة لرياض الفريوي لعب كظهير أيسر وهو في الأصل وسط ميدان يلعب ويمين على الجهة اليمين. بالنسبة لرياض الفريوي كما قلنا في مباراة البنجردين كان لعب كظهير أيسر، واليوم زاد على ما يبدو اضطرارا باش يكون كظهير أيسر. ربما فما بعض المناوشات، فما لقطة مع خروج بن دحنوس، فما المخالفة تنفذ وتعود بسرعة، هجمة معاكسة، الجربي يقودها كالعادة، الجربي وشنو يقول الحكم؟ لهنا فما ربما خطأ تكتيكي باعتبار وأنه البلوك نتاع الشبيبة القيروانية كان في هجمة وفي محاولة خلق الثغرة. الكرة الآن لإسكندر العقربي، بنينة، حسام بنينة، حسام بنينة إلى كريستوفر موندوغا، ولا تدخل الدفاعي مرة أخرى، سيلا بدا يتحرك بعض الشيء بالنسبة لأبو بكر سيلا، أبو بكر سيلا الغيني يلعب الكرة في عمق الدفاع، كريستوفر موندوغا وخروج الحارس علي العياري، ما زلت العملية وما زلت الهجمة، ما زلت الهجمة، ما زلت العملية وما زال اختار التوزيعة، يلعب الكرة والخطر موجود الحقيقة، كانت هجمة أكثر من مميزة للشبيبة القيروانية. صبري الزيدي اللي كان دخل هو اللي خلق الفارق، هو اللي خلق الفارق من صبري الزيدي. لهنا فما إصابة لحارس المرمى علي العياري، شوفوا الإعادة، شوفوا الإعادة، التسرب وتلب الكرة
مثالي في محله بالنسبة لكريستوفير ماندوغا، التصدي في مرة أولى من علي العياري ومرة ثانية زادة في التغطية الدفاعية بدور الليبيرو، التوزيع في القائمة الثانية والتدخل من اسكندر العقربي، أخطر كرات الشبيبة القيروانية في الشوط الثاني. دائما في توقيت 13 دقيقة لعب في الشوط الثاني 2-0. قبل قليل لاحظنا فرصة اللاعب صبري الزايدي منذ دخوله أحدث الفارق، وأكيد باش يحدث الفارق من خلال الفرصة الأخيرة عن طريق أبو بكر سلا مرة أولى، ثم صبري الزايدي المرة الثانية يراوغ الحارس علي القلعة الحارس علي العياري، ولكن تعامله مع الكرة ما كانش التعامل الأمثل وضيع فرصة على فريق الشبيبة من أجل تذليل الفارق والعودة في المباراة. إلى حد الآن يبقى التقدم دائما لمستقبل جابس 2-0. يرجع الحارس علي العياري حارس مرمى مستقبل جابس باش نرجع برمي التماس أو نلاحظ الإعادة كيفاش دفاع مستقبل جابس يبعد الخطر وتنفذ التماس تمشي يقطعها المدافع اللي خذا مكانه قبل قليل مدافع الشبيبة القيروانية أو صبري الزايدي أو رياض الفريوي اللي خذا مكان على بن دحنوس في الرواق الايسر يقطع كره بالراس، لكن يبقى التماس دائما لفريق مستقبل جابس. تنفذ التماس تمشي في وسط الميدان، يمشي الكره عن طريق اللاعب اشرف الزواغي، تمشي عبد الحليم الدراجي، عبد الحليم الدراجي يرجع بالكره الى الخلف الى حارس مرماها علي العياري، يرجع من مكان بعيد يرجع بالكره عبد الحليم الدراجي، الحارس علي العياري يوزع الكره من الحارس الى الحارس، تمشي الى الحارس علي القلعي حارس مرمى الشبيبه بعد ضغط من المهاجم سليم المزليني، تمشي كرة الى رامي بوشنيبه، رامي بوشنيبه يوزع الكره في اتجاه اللاعب كريستوفر ماندوغا، ولكن الحكم يعتبر لمسة يد ضربة خطأ لفريق المستقبل جابس، ضربة خطأ داخل مناطق فريق مستقبل جابس. نتبع ضربة الخطأ بالنسبة لفريق مستقبل جابس. فريق الشبيبة بالطبيعة يحاول أنه يرجع في المباراة، لكن إلى حد الآن دفاع فريق مستقبل جابس يعرف كيفاش يتعامل مع مجريات المباراة. ضربة الخطأ نزيه تنفذ من الحارس إلى اللاعب الجزائري علي عبد العزيز القشي. قلت أنه الشبيبة تنجم ترجع، وبالفعل هي عندها برشا حلول الشبيبة القيروانية في الحقيقة، وتنجم ترجع الشبيبة اللي في بداية الموسم كانت كما قلنا بشكل غير جيد، ولكن بعد الشبيبة القيروانية ونعرفوا الخبرة نتاع شبيبة القيروان في كل موسم اللي ترجعها، وذاك علاش الشبيبة القيروانية شفناها في الجولات الأخيرة رجعت بكل قوة وزوز انتصارات، خاصة في بنقردين انتصار صعيب للشبيبة وكان حققته بنتيجة كبيرة، 3 أهداف تسجلت في بنقردين الشبيبة القيروانية حتى اليوم رغم التقدم تاع 2-0، ولكن تنجم ترجع في كل لحظة الشبيبة القيروانية. فما ربما تغيير على ما يبدو في تشكيلة المستقبل هذه بجابس، خروج مراد الهذلي وباش يدخل لمجد عامر باش يكون اول باش يكون ثاني، طبعا ثاني التغييرات نتاع المدرب منتصر لوحيشي. حكيت على الشبيبة وحكيت على تاريخ الشبيبة وعراقة الشبيبة القيروانية، وما زال اكيد في سنوات قادمة الشبيبة القيروانية باعتبار انه الولادة وستبقى ولادة الشبيبة القيروانية. الكرة على اليمين اللاعب الشاب محمد مروان السعيدي يربح الخطأ لهنا على الجهة اليمين. التغييرات اللي كان قام بها المدرب جلال القادري جابت بعض المحاولات خاصة للاعب صبري الزايدي، واحد زاد من ابناء الشبيبة عبد العزيز القشي يلعب الكرة، اللاعب نضال سعيد يبدل اللاعب سيف الدين الجربي، صبري العميري مميز الحقيقه، صبري العميري لاعب مميز جدا في وسط الميدان، صبري العميري الكره عند الشبيبه، لاعب مصعب سيسي مميز جدا مصعب سيسي، وشنو هو يقول الحكم؟ مخالفه قريبه برشا وخطيره، والانذار زاد والمخالفه صحيحه في الحقيقه اللاعب صدام بن عزيزه، واضح المسك من الخلف، شوفوا الإعادة ممتاز، طلب الكرة كان من ياسين الصالحي، والسرعة نتاع ياسين الصالحي كانت تعمل برشا خطورة لولا الخطأ المرتكب من صدام بن عزيزة. هذه تنجم تجيب الجديد الكرة هذه
للشبيبة القيروانية، أو أنه علي العياري عنده رأي آخر. نتابعوها مع بعضنا في 19 دقيقة لعب حاليا في الشوط الثاني، 19 دقيقة لعب في الشوط الثاني، قريبة برشا المحاولة الأخيرة لجي أسكا. ولاد القيروانيين عندهم الكرة الآن، لاعب مصعب ساسي على ما يبدو الأقرب للتسديد، مصعب ساسي وعلي العياري. الحوار الثنائي الآن، هاو الحكم نشاهد أمامكم مشاهدينا في أنه ينبه على الجدار الدفاعي. مصعب ساسي لا ينفذ، لاعب صبري العميري بالفعل، صبري العميري، والكرة عند الشبيبة ما زالت متواصلة والضغط العالي. تحسن أداء شبيبة القيروان بشكل مطلوب. سيف الدين الجربي، سيف الدين الجربي، المحاولة والعملية الأخرى، اسكندر العقربي. هاو التأكيد أنه الشبيبة القيروانية في كل مرة تفتك الكرة بسرعة. وحتى الارتقاء نتاع اللاعب رامي بوشليبة وابو بكر سيلا، الضغط العالي متواصل. وافتك وسط الميدان بعد التغييرات الأخيرة المدرب جلال القادري في 20 دقيقة لعب والإصابة وتوقف للعب مجدي. نعم، إصابة لاعب فريق مستقبل جيبس بعد تنفيذ المخالفة الأخيرة بالنسبة لفريق الشبيبة عن طريق صبري العميري، كورته تصطدم بالجدار مباشرة، إثرها يبقى لاعب من فريق مستقبل جيبس ملقى على أرضية الميدان. بالطبيعة الحكم يأذن للإطار الطبي وكذلك للحماية المدنية بالدخول لإخراج اللاعب لتلقي الإسعافات على خط التماس. دائما التقدم لفريق المستقبل جيبس 2-0 في توقيت 20 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني. ارتفع المستوى الفني للمباراة خلال مجريات هذا الشوط الثاني، خاصة بعد التغييرات اللي كان أدخلها المدرب جلال القادري، مدرب فريق الشبيبة القيروانية جلال القادري، اللي كانت له بالطبيعة تجربة بالمملكة العربية السعودية، بالطبيعة كانت ناجحة، ولكن جاء العرض الأخير من فريق الشبيبة بعد النتائج السلبية في الجولات الأخيرة. ومنذ قدومه بالطبيعة تحسنت نتائج الشبيبة وحقق زوج انتصارات على التوالي بالنسبة لفريق الشبيبة القيروانية. الحارس علي القرعي تقريبا في خطة ليبيرو يوزع كورة ما ياخذهاش كريستوفر ماندوغا، ياخذها دفاع فريق مستقبل جابس، تمشي مبكر سيلا، مبكر سيلا في وسط الميدان، يعطي كورة أمين عباس، أمين عباس ينتظر تحرك بقية رفاقه كالعادة. صبري العميري في عملية الربط، تمشي الكورة باتجاه اللاعب صبري الزايدي ولكن يسقط وتخرج الكورة، رمية تماس لفريق الشبيبة القيروانية، رامي بوشنيبة في تنفيذ التماس ينفذ الكورة داخل منطقة الجزاء، ولكن تضيع الكورة على مصعب ساسي لكن يسترجعها فريق الشبيبة. ممتازة أبو بكر سيلا، لقطة فنية، تبقى الكورة عند صبري العميري في وسط الميدان، الهجوم للشبيبة، كريستوفر ماندوغا يحاول يتواغل ولكن موجود المدافع الجزائري علي عبد العزيز القشي، يبعد الخطر، تبقى الكرة عند فريق الشبيبة، يرتكب المخالفة رياض الفريوي والتماس يمشي لفريق الشبيبة القيروانية من جهة المدارج الفرعية لملعب جابس الأولمبي، ينفذ التماس، تمشي بوبكر سيلا في وسط الميدان، يعطي كرة لأمين عباس، يتقدم بالكرة في وسط الميدان، أمين عباس ينتظر تحرك بقية رفاقه والتوزيع، عملية هجومية لفريق الشبيبة ولكن موجود أشرف الزواغي في التغطية، تبقى الكرة عند فريق الشبيبة، يسقط ولكن التوغل من اللاعب رامي بوشنيبة، وكاد يدخل الحارس مرة أولى ومرة ثانية صبري العماري، كاد يكون الهدف الأول لفريق الشبيبة وتضيع الكرة. يبقى دائما التقدم لفريق مستقبل جابس 2-0، ويبقى حارس مستقبل جابس علي العياري ملقى على أرضية الميدان بعد الهجوم الأخير بالنسبة لفريق الشبيبة. كما ذكرنا كان بإمكانه أنه يستغل هذا الهجوم من اجل تذليل الفارق والرجوع في المباراه. 23 دقيقه لعب حاليا، والشبيبه القيروانيه في الحقيقه في اللحظات الاخيره اصبحت افضل بكثير على مستقبل جيبس، خذيت بزمام الامور والمبادره خاصه. وهو شوفوا اللقطه الاخيره نتاع صبري العميري والمحاوله الاخيره كانت اكثر من دليل على ذلك. صبري العميري اللي كما قلنا من ركائز الشبيبه. حب نحكي على نقطة في الشبيبة القيروانية وهي نقطة المحترفين، الحقيقة الملاعبين المحترفين في الشبيبة القيروانية أسماء نجم نقولوا ثابتة، مثلا أبو بكر سيلا وهو لاعب غيني، أبو بكر سيلا ساعة قبل كل شيء تبعوا الكرة هذية، سيف الدين الجربي والركنية، الركنية سيف الدين الجربي اللي يربحها في اللحظة الأخرى. عرفوا أنه سيف الدين تحدثنا عليه كثير، تجربة طويلة وكبيرة رغم صغر سنه،
24 سنه بالنسبه للملاعب هذايا، وكان مر من الترجي قرومبيلي هذايا الملعب التونسي، وهذه الركنيه قبل الركنيه تتوزع، كانت الكره خطيره وتدخل دفاعي مره اخرى الشبيبه في عكس الهجمه. مصعب سيسي، مصعب سيسي، المراقبه المستمره كالعاده من اسكندر عقربي. قلت انه المحترفين في الشبيبه القيروانيه كما ابو بكر سيلا مثلا 5 مواسم في الشبيبه، استقرار على مستوى الاداء والحضور بالنسبه لابو بكر سيلا، نفس الشيء بالنسبه لكريستوفير موندوغا الملاعب الكاميروني، كان دولي مع المنتخب الاولمبي، وهذا يبين القيمه الواضحه نتاع كريستوفير موندوغا، مش بسهل انك تلعب في منتخب الكاميرون حتى ولو انه كان منتخب اولمبي. خليل تراوري زاده لاعب غيني بين على بعض القدرات في هذه المباراه. شبيبه القيروانيه اللي عاده ما ترتكز في تكوين الشبان وخاصه الاعتماد على اولادها، وهذاك علاش دائما وابدا الشبيبه القيروانيه موجوده عاده في الرابطه المحترفه الاولى. هذه الكره عند اللاعب حسام بنينه، يلعب الكره حسام بنينه عن طريق اللاعب صبري زيدي، ولكن مقطوعه، مقطوعه الكره عبد الحليم الدرجي مع لمجد عامر، لمجد عامر في محاوله التوزيع، ولكن مرت ضربه مرمى، ضربه مرمى. حتى التمركز نتاع ملاعبيه الخط الخلفي تحسن كثيرا بالمقارنه مع قبل قبول الهدفين. الحديث على الاظهره وخاصة الدور نتاع رامي بوشنيبة في التغطية على الجهة اليمين، أو حتى توا أصبح يتواجد لمجد عامر في بناء العمليات الهجومية. تتلعب الكرة في دائرة المنتصف، نضال السعيدي أو بالفعل نضال السعيد يلعب على الجهة اليمنى، يلعب على الجهة اليمنى نضال السعيد عن طريق محمد مروان السعيدي، توا أبو بكر سيلا يلعب الكرة على اليسار، أبو بكر سيلا والتغطية الدفاعية، التغطية الدفاعية موجودة في كل مرة. 26 دقيقة لعب حاليا، تواصل التقدم للمستقبل الذي بيقابس على الشبيبة القيروانية 2-0، رغم انه ديما نقولوا انه الشبيبة جاية من نتائج ايجابية، نفس الشيء بالنسبة لمستقبل قابس. وما زال فريق الشبيبة القيروانية يبحث عن الهدف الأول، هدف تذليل الفارق إلى حد الآن، ولكن تبقى النتيجة دائما تقدم مستقبل قابس 2-0. نزيه كنت تحدثت على اللاعب، لاعب فريق الشبيبة، اللاعب كريستوفير موندوغا، لاعب دولي ولكن كذلك لاعب مستقبل قابس، اللاعب علي عبد العزيز القشي كذلك، هذا اللاعب سبق له أنه تقمص زي المنتخب الجزائري سنة 2010 وشارك في تصفيات كأس أفريقيا للاعبين المحليين اللي كانت في المغرب، وكان سجل هدف. هذا اللاعب كذلك يعتبر يعني من ابرز المدافعين في البطوله التونسيه، وثم حتى حديث على عروض من النادي الافريقي وكذلك من نادي صفاقسي وكذلك من فريق الفتح السعودي، لكن مسؤول من فريق مستقبل قابس ينفي ربما هذه العروض، لكن بالطبيعه علمنا انه موجوده العروض هذه. على كل رمي التماس نرجع للمباراه في توقيت تقريبا 27 دقيقه لعب في الشوط الثاني، دائما تقدم مستقبل قابس امام الشبيبه القيروانيه 2-0. تبقى الكرة عند عبد الحليم الدراجي في هجوم لمستقبل قابس، لمجد عامر ينطلق كجناح ايسر، لمجد عامر يراوغ التوزيع على مستوى القائم الثاني، سيف الدين الجربي ازدواجيه ولكن ما تخطفش الكرة وتضيع، تبقى عند فريق مستقبل قابس. يبقى الهجوم لمستقبل قابس، تتقطع الكرة عن طريق رياض الفريوي، يتقطع الهجوم ويمشي هجوم معاكس، تمشي عند اللاعب بوبكر سيلا، بوبكر سيلا هجوم لفريق الشبيبه القيروانيه، ولكن التغطية كانت من دفاع مستقبل قابس متفطن، ولكن الكرة تخرج رمية تماس بعد ما أخرج اللاعب صدام بن عزيزة، ما تحكمش في الكرة تخرج تماس، ينفذ التماس، يبقى الهجوم لفريق مستقبل قابس. التوزيع الكرة المطالبة بلمسة يد والحكم يؤمر بمواصلة اللعب، تبقى الكرة عند اللاعب اسكندر العقربي، اسكندر العقربي يحاول يخرج لمجد عامر، يخرج الحارس علي القلعي بالخبرة السنوات، يعمل مراوغة يعطي كرة إلى اللاعب رامي بوشنيبة، يوزع كرة في اتجاه اللاعب لاعب الشبيبة كريستوفير موندوغا، ولكن الحكم يشير بوجود مخالفة تسلل، تسلل لفريق مستقبل قابس في توقيت 29 دقيقة لعب في الشوط الثاني، ما زال تقدم مستقبل قابس 2-0 في تنفيذ مخالفة التسلل. الحارس علي العياري ينفذ، الحارس علي العياري مع اللاعب علي عبد العزيز القشي يرجع له الكرة
باش يرجع الكره بالساق. بالطبيعه بالنسبه لحارس مستقبل جيبس في اتجاه سليم المزليني يقطعها الدفاع الشبيبه قبل مره اولى ومخطئه من اللاعب بوبكر سيلا، تمشي الكره لفريق مستقبل جيبس ولا خطا؟ موجود الخطا باشاره من المساعد الثاني كان رفع رايه مشير بوجود مخالفه على لاعب الشبيبه القيروانيه رياض الفريوي. ضربه الخطا لفريق الشبيبه داخل مناطقه قريبه شويه لزاويه الركنيه. هاو نتبع الفرصه والتسديده الازدواجيه للاعب سيف الدين الجربي ولكن ما تمكنش من اقتناصها وتضيع الكره على خط هجوم فريق مستقبل جيبس في تنفيذ ضربه الخطا. الحارس علي القلعي حارس الشبيبه ينفذ كره تتجاوز ما تتجاوزش وسط الميدان صبري العمالي ما ياخذهاش، ياخذها علي عبد العزيز القشي ياخذها بالراس تمشي معاكسه الى امين عباس يوزع كره في لهجوم الشبيبه ما ياخذهاش اللاعب لاعب فريق مستقبل لاعب فريق الشبيبه اللاعب مصعب ساسي. يبقى الكره عند متوسط ميدان فريق مستقبل جابس، تمشي الكره للاعب محمد امين اللاعب محمد مران السعيدي ولكن تخرج الكره رمي التماس لفريق مستقبل جابس ونفذ مخالفه رمي التماس بسرعه وحسام بنينه. حسام بنينه موجود في التغطيه يقطع الكره على خط هجوم مستقبل جابس ويخرج الكره خارج الميدان رمي التماس لفريق مستقبل جابس اللي يربح بعض الامتار داخل مناطق فريق الشبيبه القيروانيه. تنفذ التماس تمشي محمد مروان السعيدي محمد مروان سويدعة لكن يقطعها اللاعب بوبكر سيلا يقطع كره تمشي الى اللاعب كريستوفر ماندوفا ياخذ كره بين ثلاثه ملاعبيه من مستقبل جيبس ولكن يسدد وكورته تمشي فوق العارضه واجواء احتفاليه من جمهور فريق مستقبل جيبس داخل المدرجات. بالطبيعه فريقهم رابح 2-0 متقدم في النتيجه ولكن المباراه ما زالت ما انتهتش الى حد الان وقد يكون للشبيبه راي اخر. واضح لانه كما قلت المباراه ما زالت ما فاتش والشبيبه القيروانيه ابانت على امكانيات طيبه خاصه في الشوط الثاني، ذيك علاش نجموا نشوفوا كل السيناريوهات وكل الاحتمالات ممكنه في هالربع ساعة الأخير من نهاية قبل نهاية المباراة. علي القلعي في محاولة بناء الهجمة، شوفوا علي القلعي طول الكرة، علي القلعي في محاولة هجومية جديدة للشبيبة القيروانية وتدخل كالعادة ذي سليم المزليني مع حسام بنينة. حوار ومباراة داخل المباراة ما بين حسام بنينة وكذلك اللاعب سليم المزليني. صبري العميري في وسط الميدان يلعب مع رامي بوشنيبة، رامي بوشنيبة يلعب رامي بوشنيبه مع اللاعب اللي كان خذا مكانه صبري الزايدي. صبري الزايدي كما قلنا واحد من ملاعبيه الشبان ابناء نادي عاصمه الغالب القيروان. يلعب صبري الزايدي يبدل ممتاز جدا صبري الزايدي يربح الركنيه، يربح الركنيه تحت تصفيق جماهير المستقبل ذي بيجيبس على اداء فريقها في هالمباراه. بالنسبه للشبيبه القيروانيه كما قلنا الامكانيات موجوده وكل الحلول موجوده والنجم ترجع في اي لحظه الشبيبه القيروانيه حتى في الجولات القادمه. هذه صبري زيد، صبري زيد يحاول يوزع بالفعل يتمكن من التوزيع ولكن التدخل الدفاعي في محاوله عكس الهجمه من جديد الدفاع نتاع الشبيبه موجود. دفاع شبيبه القيروان متمركز. اذا لمجد عامر، لمجد عامر والتمس بعض الحركيه اللي عملها لمجد عامر منذ دخوله في الشوط الثاني. نعرفوا انه لمجد عامر تجارب زاده طويله في عمر 27 سنه بالنسبه لمجد عامر مواليد 1990. البدايه كانت مع الجمعيه الرياضيه بجربه. الكره عند امين عباس، امين عباس ما توصلش الكره للاعب ياسين الصالحي تقطع كالعاده. كل ما تتقطع الكره أول لاعب في مستقبل جابس يلوش في سيف الدين الجربي هو اللي يعمل سبرينت وهو اللي يحاول يراوغ وهو اللي يلقى الحلول. لكن المرة هذه دفاع الشبيبة موجود في كل مرة. كريستوفر موندوغا واتصل. فما تغيير الآن. زهير عطية من الواضح باش ياخذ مكانه ولكن مكان من زهير عطية؟ زهير عطية مكان سيف الدين الجربي. زهير عطيه باش ياخذ مكان سيف الدين الجربي. وفما زاد تغيير على مستوى تشكيلة الجي اس كا. يوسف الخميري رقم 18 باش ياخذ مكان مصعب ساسي. بالفعل باش ياخذ مكان مصعب ساسي وهاو اللوحة الإلكترونية نتاع الحكم الرابع تأكد لنا الأمر هذا. التغييرات كالعادة هجومية ويبين
على النية أنه ما رميش المنديل جلال القادري. هاو تغيير تحت تصفيق كبير من جماهير الحاضرة لهنا في ملعب أولمبي جيبس. جماهير الحقيقة متيمة بحب فريقها، نفس الشيء زاد جماهير الشبيبة الكبيرة. جماهير في الحقيقة الفريقين معروفة بحبها الجارف لفرقها سواء في جيبس ولا في القيروان، سواء في عاصمة الحناء ولا في عاصمة الغلب. هذه كرة قيروانية عند رقم 18 عند الشبيبة القيروانية اللي طبعا دخل زاد يوسف الخميري كريستوفير موندوغال الكاميروني، لكن قطع الكرة من زهير عطية. زهير عطية في توقيت 34 دقيقة لعب اسكندر العقربي وكريستوفير موندوغا من جديد. موندوغا يلعب مع ياسين الصالحي، ملاعب زاد مميز جدا ياسين الصالحي خاصة في السرعة نتاعه، وما يسلمش في العملية الأخيرة ياسين الصالحي، وتدخل الدفاع، تدخل الدفاع بكل رشاقة. صدام بن عزيزة تو عكس الهجمة، اسكندر العقربي في اتجاه زهير عطية والحكم يقول التسلل. هاو الشارة واضحة أمامكم، شارة الحكم المساعد الثاني أيمن بن إسماعيل. في توقيت 35 دقيقة لعب في الشوط الثاني، مازال مستقبل جابس يتقدم 2-0. بالطبيعة كل من المنتصر الوحيشي وكذلك جلال القادري قاموا بتغييرات هجومية إلى حد الآن. تمشي رامي بوشنيبة عملية 1-2، صبري العماري يعطي كورة في اتجاه صبري الزايدي ولكن تقطع الكورة وتمشي سهلة في يد الحارس علي العياري حارس فريق مستقبل جابس. كما ذكرنا الإيجابي بالنسبة لزوز مدربين إلى حد الآن أنهم قاموا بتغييرات هجومية إلى حد الآن، يحبوا يلعبوا الهجوم بالرغم من أنه فريق مستقبل جابس متقدم في النتيجة، فإنه المدرب منتصر الوحيشي قام بتغيير مهاجم بمهاجم. زهير عطية المهاجم السابق لفريق جمعية جربة أخذ مكان اللاعب سيف الدين الجربي، بالطبيعة لاعب خبرة كانت عدة محطات مع الترجي مع غرومبالي مع الاتحاد المنستيري. على كل تبقى النتيجة دائما 2-0. هذا هجوم لفريق الشبيبة القيروانية تبحث على هدف تذليل الفارق. تحركت فريق الشبيبة أفضل من الشوط الأول، تمشي اللاعب أبو بكر سيلاي يجرب حظه يسدد والحارس مرة أولى ومرة ثانية وتضيع الكرة. مش محظوظ فريق الشبيبة اليوم من أجل تسجيل على الأقل هدف تذليل الفارق، وكذلك باش نعطي لكل ذي حق حقه. كذلك الحارس علي العياري تصدي كان ممتاز من هذا الحارس، وفريق الشبيبة يأكد الكلام اللي كنا قلناه قبل قليل. أول لاحظ كيفاش الحارس علي العياري حارس مستقبل جيبس كيفاش يتصدى. كذلك نذكروا أن فريق الشبيبة أتيحت له كذلك بدوره عدة فرص في هذا الشوط الثاني، كان على قليلة يستحق هدف على قليلة بالنظر للمردود اللي قدمه. وكذلك مستقبل جابس كان خطير على مستوى الهجمات المرتدة، في كل مرة كان مستقبل جابس النجم نقوله أنه يضيف الهدف الثالث، ولكن كذلك دفاع الشبيبة كان بالمرصاد إلى حد الآن. تبقى النتيجة دائما تقدم مستقبل جابس أمام الشبيبة 2-0. دائما تذكير باصحاب الاهداف، المبادره بالتسجيل كانت اللاعب اشرف الزويغي من كره ثابته في الدقيقه 19 يسكنها الزاويه 90 للحارس علي القلعي حارس الشبيبه، وسليم المزليني بعد خطا فادح من اللاعب حسام بنينه في محور دفاع الشبيبه. سليم المزليني بعد انفراده بمرمى الحارس علي القلعي بكل سهوله يضع الكره في الشباك ويحقق الثاني للشبيبه. تمشي الكره ضربه مرمى لفريق مستقبل جابس في تنفيذها حارس الخبرة علي العياري عدة محطات بعدة فرق تونسية ينفذ الكرة. تمشي هجوم لفريق مستقبل جابس والخطأ يعتبر الخطأ تم ارتكابه على رياض الفريوي، الحكم يعتبر الخطأ لفريق الشبيبة القيروانية. متفطن الحكم نعيم حسني حكم المباراة ينفذ الخطأ. تمشي الكرة عند فريق الشبيبة ولكن المخالفة وتخرج تماس بعد ما اصطدمت الكرة برياض الفريوي. اللاعب الرواق الأيسر تخرج تماس لصالح مستقبل جابس، والتشجيعات متواصلة من جمهور مستقبل جابس بالطبيعة يدعم فريقه إلى حد الآن. نتيجة مريحة، نتيجة مريحة رغم أن الشبيبة القيروانية في الحقيقة كانت أكثر مبادرة بعد قبولها الهدف الثاني. الشبيبة حاولت في أكثر من مرة وكان في كل مرة الحظ يجانب مهاجمين الشبيبة القيروانية وخاصة المحاولة الأخيرة.
المحاولة الأخيرة وهذه لمجد عامر في خلق الفارق. لمجد عامر يلعب مع عبد الحليم الدراجي أشرف الزويغي. لمجد عامر كيف العادة مع رامي بوشنيبة مميز في هذا الشوط الثاني، يلعب مباشرة مع كريستوفير موندوغا والتسلل. في كل مرة كريستوفير موندوغا يلقى روحه في التسلل وشنو فما؟ لاحظوا طبعا الحكم فما ربما خطأ مرتكب في العملية الأخيرة. كان حكم المساعد الأول فعل الراية. على ما يبدو هنالك مخالفة مرتكبة على المدافع، مدافع مستقبل جابس. أو ممكن كان ياسين الصالحي في الصورة. يظل صعيد يلعب مع لمجد عامر يلعب مع ياسين الصالحي يراوغ، ممتاز ياسين الصالحي، ولكن التغطية الدفاعية في وسط الميدان بسرعة ديما موجود وسط ميدان المستقبل الذي بجابس ثلاثي في الحقيقة الدراجي، وكذلك اللاعب اللي كان قبل مراد الهذلي، ونفس الشيء فهمي قاسم في الحقيقة. هذو هم الملاعبية اللي يعملوا عملية تغطية معاهم زيدان يظل صعيد. نحب نقول أن الشبيبة القيروانية دائما وابدا نحب نذكر جمهورها خاصة الكبير واللي يسمع فينا أن الشبيبة القيروانية مدام عندها شبان بهذه الاحترافية وبهذه الصنعة خلينا نقول الكبيرة كما صبري الزايدي، كما ملعبية، كما حارس المرمى علي القلعي، بن دحنوس، بنينة، العميري، كلهم أبناء الشبيبة في الحقيقة لا خوف عليه. نفس الشيء بالنسبة للمستقبل جابس، نتائج إيجابية من كل في كل مقابلة خاصة الجولات الأخيرة بعد ما كانت بداية صعبة. ونذكر الناس كل أنه كانت ضغط كبير على المدرب منتصر لحيشي، ولكن بعدها بدأت تجي نتائج وبدأت تجي نقاط بعد ما سجل طبعا نقاط خاصة في الجولات الأخيرة. هذا عبد الحليم للدرجة يلعب الكرة طويلة دون خطورة وتمشي ضربة مرمى لمرمى الحارس علي القلعي. أربع دقائق ما زلت تفصلنا عن نهاية الوقت الأصلي بالنسبة لهذا الشوط الثاني من مباراة فريق مستقبل جيبس والشبيبة القيروانية. إلى حد الآن نتيجة مطمئنة بالنسبة لفريق مستقبل جيبس 2-0، لكن بالطبيعة كل شيء ما زال موفاش إلا مع الصافرة النهائية لحكم المباراة نعيم حسني. تبقى الكرة لإسكندر العقربي، يوزع الكرة، تمشي كرة هجوم لفريق مستقبل جابس، ممتاز في التغطية رياض الفريوي، يخرج كرة ولكن للركنية، ضربة زاوية لفريق مستقبل جابس. كما ذكرت كان اسكندر العقربي في عملية هجومية، كان خرج المهاجم زهير عطية ولكن رياض الفريوي كان موجود في التغطية، يخرج الكرة ضربة زاوية بالنسبة لفريق مستقبل جابس. في هذه اللحظات الأخيرة من هذه المباراة اللي نذكر أنها تندرج ضمن الدفعة الثانية من لقاءات الجولة التاسعة ذهاب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى. الدفعة الأخيرة باش تجرى يوم 23 ديسمبر القادم، أربع لقاءات في البرنامج. نتبع ضربة الزاوية لفريق مستقبل جابس تنفذ ولكن المساعد الأول يرفع الراية. كان رفع الراية المساعد الأول، إشارته ما هيش واضحة بالنسبة للمساعد الأول، يعطي ضربة خطأ لفريق الشبيبة القيروانية. تمشي كرة صبري العميري في وسط الميدان، تمشي مبكر سلا لكن تتقطع الكرة من سليم المزليني، يمشي الهجوم لفريق مستقبل جابس، تدخل خطيرة جدا والحارس ممتاز علي القلعي، ممتاز أمام صبري، أمام زهير عطية، والكرة كان وجه لوجه تقريبا مع زهير عطية، والتألق والامتياز كان لعلي القلعي حارس الشبيبة يفسخ هدف ثالث لفريق مستقبل جابس ويخلي النتيجة على مستوى 2-0 إلى حد الآن. تقريبا قبل تقريبا 43 قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي بالنسبة لهذا الشوط الثاني. تمشي كرة رامي بوشنيبة في تنفيذ تماس لمستقبل جابس، مبكر سلا في وسط الميدان يعطي الكرة للاعب ياسين الصالحي، حسام بنينة يوزع الكرة، حسام بنينة ولكن التغطية كانت من المدافع محمد مروان السعيدي، قدم مباراة ممتازة هذا اللاعب صدام بن عزيزة، يعطي الكرة إلى نضال سعيد، نضال سعيد ترجع محمد مروان السعيدي لكن تتقطع للاعب ياسين الصالحي في وسط الميدان لصالح شبيبة القيروان، يعطي الكرة إلى اللاعب صبري العماري
ولكن الحكم يعتبر ضربة مخالفة. كان الهجوم قاده اللاعب صبري الزايدي ولكن تقع عرقلته، والحكم يرجع ويعطي ضربة الخطأ لفريق الشبيبة القيروانية تقريبا 23 متر على مرمى الحارس علي العياري. الخطأ كان ارتكبه علي عبد العزيز القشي المدافع الجزائري أمام الكرة. لاحظ في اللاعب بوبكر سلا سيتولى تنفيذ ضربة الخطأ لفريق الشبيبة تقريبا في قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي بالنسبة لهذه المباراة. بوبكر سلا في التنفيذ، الحكم يؤمر الجدار باحترام الأمطار القانونية التنفيذ، ولكن الكرة تصطدم بالجدار وترجع مرة أخرى لفريق الشبيبة. تبقى الكرة عند فريق الشبيبة. أمين عباس ويعطي الكرة إلى اللاعب صبري الزايدي، أعطى حركية لخط هجوم الشبيبة. هذا اللاعب أمين عباس يوزع كرة ولكن كانت خارج الميدان، رمي التماس لفريق مستقبل جابس في تنفيذها أشرف الزواغي. كانت مخطئة من اللاعب أمين عباس، خرج كرة خارج الميدان. أشرف الزواغي ينفذ الكرة أو ينفذ التماس مع حارس المرمى علي العياري، يرجع كرة بالساق علي العياري. صبري العماري ما ياخذهاش لكن ياخذها أمين عباس، ثم ارتباك في المحور يحاول يستغله اللاعب لمجد عامر، ارتباك بين حسام بنينة وأمين عباس، كاد باش يستغله المهاجم لمجد عامر ولكن آخر لحظة يصلحها أمين عباس والحكم يعتبر تسلل. ثم مخالفة تسلل لفريق المستقبل جابس. الخمس دقائق إضافية في هذه المباراة تمشي. زهير عطية بالطبيعة اللاعب دخل قبل قليل، عنده انتعاشة هجومية، التوزيع وحسام بنينة بالرأس يقطع الكرة وقبل ما تخرج، ولكن تخرج مرة أخرى لفريق الشبيبة القيروانية. كان هجوم ولكن كرة تخرج تماس، ينفذ عن طريق رياض الفريوي، تمشي الكرة في وسط ميدان فريق الشبيبة القيروانية. يحاول يخرج اللاعب ياسين الصالحي، متفطن اللاعب محمد مروان السعيدي، يقطع الكرة لكن الحكم يعتبر ضربة مخالفة لفريق مستقبل جابس داخل مناطق فريق الشبيبة القيروانية. كما ذكرنا في هذه اللحظات الأخيرة الحكم كان أضاف خمس دقائق إضافية بالنسبة لهذه المباراة. دائما نذكر تقدم مستقبل جابس 2-0، ضربة الخطأ لفريق الشبيبة القيروانية في هذه اللحظات الأخيرة. التنفيذ رامي بوشنيب ولكن ثم رفع راية من المساعد الثاني، كان رفع الراية مشير بوجود مخالف التسلل. تنفذ بسرعة علي العياري في اتجاه عبد الحليم الدراجي، هجوم خطير معاكس لفريق مستقبل جابس، يغير الكرة. سليم المزليني ياخذ كرة، سليم المزليني يحاول يسدد الكرة وتمشي محاذية للقائم الأيسر للحارس علي العياري. كان هجوم معاكس خطير قاده عبد الحليم الدراجي، يعطي كرة سليم المزليني قادم من الخلف، يعمل ترويض للكرة، يسدد كورته تمشي محاذية للقائم الأيسر للحارس علي القلعي حارس مرمى الشبيبة القيروانية. تنفذ ضربة المرمى، تمشي كرة باتجاه ياسين الصالحي، متفطن المدافع الجزائري علي عبد العزيز القشي. تبقى الكرة عند مستقبل جابس عن طريق اللاعب نضال سعيد، تمشي اسكندر العقربي، يعطي كرة إلى اللاعب محمد مروان السعيدي في وسط الميدان، تمشي اسكندر العقربي يعمل مراوغة، يرجع كرة إلى محمد مروان السعيدي. تبقى الكرة عند فريق مستقبل جابس، تبادل كرة عند علي عبد العزيز القشي، تبادل كرة بين عناصر الشبيبة. لمجد عامر يرجع كرة إلى الخلف، بالطبيعة واضح يحبوا يربحوا بعض الدقائق، شرعي استهلاك الوقت من عناصر فريق مستقبل جابس. ترجع الكرة إلى الخلف من المدافع علي عبد العزيز القشي إلى حارس مرماه علي العياري بالساق، يوزع كرة والحارس علي القلعي موجود في التغطية. ومخالفة التسلل لفريق الشبيبة القيروانية في هذه اللحظات الأخيرة. ينفذ ولكن صدام بن عزيزة يقطع الكرة بالرأس، تمشي في اتجاه زهير عطية ولكن رياض الفريوي يخلي الكرة تخرج، يربح تماس، تمشي ينفذ التماس، تمشي بوبكر سلا أمين عباس في وسط الميدان يتقدم بالكرة، أمين عباس يوزع الكرة لكن مخطأ، يقطعها اللاعب محمد مروان السعيدي في محور دفاع فريق مستقبل جابس. تبقى الكرة اسكندر العقربي بين ثلاثة ملاعبية من ملاعبية الشبيبة ولكن يرجع الكرة إلى محمد مروان السعيدي، ولكن الكرة متاعه تخرج
او مزات ما خرجتش في الحقيقه ياخذها رياض الفريوي. رياض الفريوي اللي خذا مكان على بن دحنوس في الرواق الايسر لدفاع الشبيبه، تمشي امين عباس. امين عباس ياخذ كره يعطي الى اللاعب رامي بوشنيبه، يرجع كره الى حارس مرماه. كانه عناصر الشبيبه كانهم راضين بالنتيجه بالرغم من تخلفهم في النتيجه 2-0، الا انه ما لاحظناش ثم رغبه من عناصر الشبيبه خاصه في الدقائق الاخيره من اجل الرجوع في المباراه، وانخفض مستوى اللعب بدرجه كبيره في اللحظات الاخيره. ضربه خطا لفريق الشبيبه، تمشي ياسين الصالحي في وسط الميدان لكن كورته مخطئه، ياخذها محمد مروان السعيدي ولكن يسترجعها فريق الشبيبه. هجوم لفريق الشبيبه القيروانيه، تمشي والتسديد والحارس يمسها. صبري العميري كان ممتاز في الروتاسيون يسدد ولكن الحارس علي العياري يمس الكره يخرجها. ضربه زاويه لفريق الشبيبه تنفذ بسرعه عن طريق رامي بوشنيبه، تمشي صبري العميري وزع كره ياخذها متوسط الهجوم اللاعب كريستوفر ماندوغا ولكن كورته كانت سهله في يد حارس المرمى علي العياري، حارس مرمى مستقبل جابس كذلك متميز الى جانب الحارس علي القلعي في هذه المباراه. زوج حراس كبار قدموا مردود طيب. نتبع هذا هجوم لفريق الشبيبه، صبري الزيدي كجناح ايمن، صبري الزيدي امامه صدام بن عزيزه او اشرف الزواغي، وزع كره خطيره ولكن المدافع محمد مروان السعيدي كان متمركز على مستوى القائم الثاني، يبعد كرة خطيرة بالرأس في خط هجوم الشبيبة، تبقى عند بوبكر سلا ويحاول يجرب حظه في التسديد يسدد ولكن كورته تمشي فوق المرمى ليعلن مباشرة إثرها نعيم حسني، يعلن نهاية مباراة الشبيبة القيروانية ومستقبل جابس بانتصار فريق مستقبل جابس بثنائية اللاعب أشرف الزواغي في الدقيقة 19 من الشوط الأول، وكذلك سليم المزليني في الدقيقة 49 بعد انفراده بمرمى الحارس علي القلعي يضيف الثاني. كان معكم كل من نزيه الكرشاوي ومراد بوقرة، نقل لكم هذه المباراة. بعد حين نزيه باش يكون في الاستجوابات بعد